اهلا وسهلا فيك فوشيا. سهلا. عبد الله بالخير محافظة الالقاب، وين ما حليت بتحل الابتسامة. تحكي لي عن سر الفرح اللي بتزرعه وين ما كان. في تصوري انا بعد ما عرفت، اول كانت طبيعية وعادية، ومن يبتسم لك ابتسم له، وما اخذنها من الدين، ابتسامتك في وجه اخيك صدقة. لكن عقب يوم فهمت وعرفت مغزاها، وعرفت ان هي رسالة وان هي لغة، تغير مفهومي، فاصبحت مباننها داخل في داخلي، وما اطلع من البيت الا وانا جاهز بها، لان هي المفتاح اللي افتح به قلوب الناس ومحبتهم. الناس اشوفهم في الشارع وانا ما اعرفهم، شو سبب هذه المحبة؟ شو سبب هذا الابتسامة؟ مو بس محبة وساكتين. الحين انا لو كنت على مسرح ولا استعرض، معقول انا امشي في الشارع يضحكون ويسلمون علي والدم يتغطون لقطة وصورة. منذ بداياتك هيك اخترت نمط معين بالازياء بالظهور، خرجت عن المألوف، كان لك بصمه شخصيه، كيف هاي الاشياء انت بتتعرض احيانا للانتقادات ولا بسبب ازيائك، بسبب اختيار الوان قويه، بس بنفس الوقت صنعت خط متميز، كيف بتشوف هاي التعرض؟ صحيح، انا من وانا صغير هو ما كان عندي انا شيء مألوف والخروج عنه، لكن كان عندي حب الاضافه، حب التغير، حب الاختلاف، وخصوصا اني سافرت القاهرة، شفت مجتمعات ثانية، سافرت بيروت، شفت ازياء ثانية، فصرت دول متعددة، فحبيت اضيف على انصدمت بالمجتمع والاقلاق اللي عنده، وانك انت هذا خارج عنا، هذا مش من عاداتنا، هذا مش وانا اصريت عليه في شكلي وفي ديزايني وفي غنائي وفي اسلوبي وفي حياتي. انقسمت الناس على ثلاثة اقسام، قسم معارض وبيشده متمسك بالعادات والتقاليد وشي، وقسم قابل لنا على اساس انها عادي، والقسم الثالث بين قابل وبين رافض، ولا زال لنا اليوم هذا المثلث برمودا انا اسميه لين اليوم، من اقدم عمل ولا اطلع في مجال يوني الثلاثة اعضاء هاي لكلهم. تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلاف بينك وبين الفنانة بلقيس فتحي بعد عقب ظهورك باحد البرامج السعودية، فينا نتطرق شوي لهذا الخلاف؟ الحقيقة أنا كنت في لقاء من اللقاءات بدورة آسيا، فكنت أتكلم عن افتتاح حدث في بلادي، فكنت أقول لهم يعني هاتوا فنانين محليين أو كذي هم يرحبون بالضيوف وكذي. الفنانة بلقيس خذت لها وقالت يعني أنا مثلا، يعني هو يقصدني أنا وأنا مش إماراتية، وراحت اشتكت وطالبت بمليونين أني أدفع لها علشان أنا قلت أغنم. فأنا وضحت الصورة وفعلا اشتكت ورفعت قضايا واتصلوا بي من المحكمة ورفعنا احنا بعد دورنا قضايا. وين وصلت القضايا اليوم؟ وصلت القضايا انها خسرت القضية. خسرت القضية لأن ما كان نيتي أصلا لا بلقيس ولا غيرها من الفنانات، أنا أهلا وسهلا، بلادنا مفتوحة وأي شيء بيستوي حلو وأي شيء بيستوي زين لأي حد، احنا كنا نرحب. أنا كنت أتكلم بشكل عام عن افتتاح في بلادي، عن لغة بلادي، عن لهجة بلادي، عن فنانين بلادي فقط. هذا المفروض ما يزعلها لا هي ولا غيرها. فزعلت هي واحتجت، والاحتجاج شو كان نتيجته؟ اعطوني مليونين. طيب وبعدين في المليونين على اي اساس؟ والقضايا والمحكمه وخذت فتره، وعقب الحمد لله نحن كسبنا القضيه. استاذ عبد الله، شو جديدك لهي الفتره فنيه؟ جديدنا الحين نحضر اغاني وجاهزات بعضها، ننتظر بس الازمات اللي تعدي علينا، وننتظر ان شاء الله الموسم الجديد نبدا باذن الله. فمجهز من كلمات والحان ابراهيم جمعه، مجهز مثلا معاي ماجد عبد الله، مجهز من فهد الجسمي، مجهز اغاني، تشكيله عندي حلوه. كل التوفيق ونور. الله يحفظك، فرصه حلوه كانت.